الشاشه هيك يا عندكم الو اي مشارك مشاركه استاذ مشاركة استاذ شاركة. تمام الشاشه تمام السلام عليكم واضح. ورحمه الله وبركاته طلابنا الاعزاء نبدا اليوم ان شاء الله بالمحاضره الرابعه من ماده علم نفس النمو لطلاب كليه التربيه مشترك محاضرتنا اليوم إن شاء الله مثل ما بعثنا لكم إن شاء الله راح تكون عن مرحلة الطفولة والمراهقة طيب هاي الفقرات اللي تعديناها الطلاب هاي ما أخذناها بالمحاضرات السابقة يعني لهيك اللي هيك موجودة بالمقررات اللي أخذناها وهون موجودة فحاولنا ننتقل مباشرة على اللي بعدها عرفت شلون؟ محاضرتنا اليوم هي الجزء الثاني من المقرر الطفولة والمراهقة طبعا اليوم راح ان شاء الله نتكلم عن مرحلتين اذا يعني ساعدنا الوقت ان شاء الله تعالى اول مرحله مرحله ما قبل الميلاد والمرحله الثانيه مرحله الرضاعه ومرحله المهد اولا مرحله ما قبل الميلاد قال تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فلخ فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. تصف لنا هذه الآيات عظمة الخالق سبحانه في بدء حياة جيدة من خليتين منفصلتين ومن شخصين مختلفين. تبدأ هذه الحياة وتتدرج من مرحلة الى اخرى. حتى يولد طفل جديد بعد بضعة أشهر فسبحان بادئ الخلق أول مرة كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيء شيئا أن يقول له كن فيكون طبعا تكتسب مرحلة ما قبل الميلاد أهمية خاصة فهي التي تبدأ فيها الحياة وتتأسس فيها أصول أجهزة الجسم المختلفة وتنمو فيها أعضاؤه الداخلية والخارجية وتتحول فيها الامكانيات الوراثيه الى قدرات وامكانيات سلوكيه ولذلك اكتسبت هذه المرحله عنايه فائقه من البحث والدراسه لمعرفه انسب الظروف التي يجب توفيرها للام الحامل حتى ينمو الجنين في ظروف طبيعيه ملائمه عاده ما تتم دراسه الاجنه عن طريق ملاحظه الاجهاضات اي الولادات غير الطبيعيه التي غالبا ما يموت فيها المولود او يولد ميتا وحيث ان الاجهاض قد يحدث منذ الساعات الاولى بعد الاخصاب فان خزائن مستشفيات الولاده تزخر بكم هائل من المعلومات عن الاجنه في جميع الاعمار حتى ان شريطا مصففا من الصور يصف الحياه الجنينيه كامله وقيل بان الجنين ينام ويستيقظ ويلعب ويغضب ويعتدي على أمه بالركل واللكم طبعا هاي الأمر معروف عند الأمهات انه الطفل الجنين حتى بساعد يعني بالعاميه بنقول ليك عم يرفس الطفل بطن امه عم يرفس فهاي هي يعني حقيقه انه الطفل ممكن يمارس كل هاي العادات النوم الاستيقاظ اللعب الغضب يكون عنده شعور عنده كلياتها حتى هو جنين ويسبح حتى التسبيح سبحان الله تعالى ويغير موقعه في الرحم وقيل أنه حتى يقرر الانتحار أحيانا طبعا رح نحكي على الفقرة الأقدام أنه أغلب أحيانا تصير عمليات الإجهاض بيكون السبب عملية انتحار للجنين بسبب الحالة النفسية اللي وصلتها الأم والجنين أيضا يعني الحالة النفسية اللي تتعرض لها الأم ينعكس ذلك على الجنين استنتجت هذه الآراء من الأسباب التي تؤدي إلى الإجهاض، وعند عدم وجود أي سبب مادي، جسمي، مرضي، طبي، يعني إذا نفينا الجانب العضوي، يعزى الأمر إلى الحالة النفسية للأم وجنينها، فبتكون السبب نفسي. إذًا، من خلال التقييمات، إذا كان سبب الإجهاض، التقييم الطبي، نفوا الجانب مثلًا ما في أي سبب عضوي للوفاة. فبيكون السبب الحالة النفسية للأم وجنينها. عند حالات الندم الشديد، الياس، القنوط من الحمل، خاصة الحمل غير الشرعي، غير المرغوب فيه، فقد يحدث الإجهاض ويقال في بعض الحالات، في بعض الحالات هذه الحالات أن سببه الجنين نفسه، مثل ما حكينا. بعض الدراسات بينت أن الأمهات قد يرغبن, قد يرغبن مولودا ذكرا أو مولودة أنثى. وعند عدم تحقق الرغبه تشعر الام بخيبه الامل والاحباط وفي احدى مثل هذه الحالات شعرت الام باحباط وخيبه امل شديده عند اكتشافها بان مولودها ذكرا وهي تريد انثى فانتقم منها المولود الجديد بعدم فتح عينيه بحضورها رغم انه يفتح عينيه في غيابها وبعد شعورها بالذنب وندمها على ما فعلت واعتذارها فتح لها عينيه اما عن اثر حياه الحامل على حياه الجنين جسميا ونفسيا فتشير الدراسات الطبيه والنفسيه كافه الى العلاقه المباشره بين الحامل وجنينها كسوء التغذيه ونقص الفيتامينات او الاملاح او الاكسجين في دم الحامل او السمات الانفعاليه الحاده او القلق والخوف والحوادث التدخين تعاطي المخدرات او الحمل في سن مبكره او متاخره كل ذلك له اثر صحي ونفسي بالغ الخطوره على صحه الجنين خاصة وأنه ينمو بسرعة فائقة ليزيد حجمه ووزنه وطوله وتتكون أجهزته وأطرافه بالساعات والدقائق. فإذا ما قسمنا 6 مليار على 260 يوم لتبين لنا مقدار السرعة التي ينمو بها الجنين ليضاعف نموه كل هذه المرات خلال الفترة ما بين الإخصاب والميلاد. عنا أولا بداية الإخصاب الحيوان المنوي يساوي واحد على أربعين من حجم البويضة الأنثوية تقريبا التي هي أكبر خلية في جسم المرأة ولا ترى إلا بالمجهر كما هو مبين بالشكل رقم واحد يحتوي كل قذف على مئات الآلاف من الملايين من الحيوانات المنوية نصفها لها خصائص مختلفة عن النصف الثاني. ويشار إلى النصف الأول بحرف سين، ونصفه الثاني يشار إليه بحرف صاد. ويحمل كل حيوان 23 كروموزوماً، تسمى 22 وعشرون منها بالكروم... بالكروموزومات الذاتية، ويسمى رقم ثلاثة وعشرون بالكروموزوم الجنسي. لانه هو الوحيد المسؤول عن تكوين جنس الجنين الجديد ذكرا او انثى تحمل البويضه الانثويه 23 كروموزوما ايضا تسمى 22 منها بالكروموزومات الذاتيه ورقم 23 فقط يسمى بالكروموزوم الجنسي وكل خزينه المراه من البويضات تحمل كروموزوم جنسي من نوع سين فقط وحيث ان المراه تنجب بويضه واحده في كل دوره حيض في بعض الاحيان بويضتين كما هو الحال اثناء التوائم وقد تنجب في حالات شاذه غير طبيعيه اكثر من ذلك فان تكوين الجنس ذكرا او انثى يعتمد على الحيوان المنوي من الذكر فاذا خصبت البويضه بحيوان من نوع س فتكون البويضه المخصبه تحمل س زائد سين يساوي أنثى، يكون المولود أنثى. وإذا خُصبت بحيوان منوي من النوع الذي يحمل كروموزوم صاد، فستكون النتيجة صاد زائد سين ويساوي ذكر. إذاً المولود ذكر، مثل ما حكينا إنه عند الأنثى الموجود هو كروموزوم سين. عند الذكر سين وصاد. إذاً وجد صاد من الذكر وسين من الأنثى فإن المولود ذكر أما إذا كان سين مع سين فإن المولود أنثى هذا وبما أن البويضة تخصب بحيوان واحد من كل الملايين فسيكون الناتج راجعا إلى الصدفة أو إلى مشيئة, الله فهو الذي يهب من يشاء ذكورا ويهب من يشاء إناثا ويجعل من يشاء عقيما الأمر بالنهاية مردود لرب العالمين يقول بيكوس عام 1976 ميلادي تحمل المرأة ما يقارب 300 بويضة في خزينتها الأنثوية المبايض عند الميلاد عند ميلادها إلا أن معظمها يضمر ويندثر قبل سن البلوغ إذا عند الولادة في حدا حاب يسأل سؤال؟ إيه دكتور هي 300 ألف مو 300 300 ألف إيه تمام 300 ألف 300 ألف بويضة في خزينتها عند الميلاد إلا أن معظمها يضمر ويندثر قبل سن البلوغ وعند البلوغ ويبقى لديها ما يقارب 30 ألف بويضة ولكن لا ينضج منها إلا حوالي 400 تنجب منها واحدة شهريا أو اثنين في حالة التوائم المتاخية البويضة المخصبة تحمل 23 زوجا من الكروموزومات وكل كروموزوم يحمل 100 من الجينات التي هي حاملة الاستعدادات الوراثية وتتفاعل الجينات بعضها مع البعض الآخر ويأخذ الجينتين إمكانيات الوراثية حسب القانون الآتي 1 على 2 من الأب والأم 1 على 4 من الأجداد الأربعة واحد على ثمانية من الأجداد الثمانية وهكذا إلى ما لا نهاية فإذا كان الأب أوروبيا مثلا والأم آسيوية فسيكون المولود الجديد متصفا بمزيد من الصفات الأوروبية وآسيوية وربما بعض سماته غير معروفة الأصل لأنها ترجع إلى أسلاف تفصله عنهم مئات السنين وفي دراسة أجراها الطبيب فرانسوا بابا في فرنسا تحت عنوان ولد أو بنت اتضح أن أطعمة معينة قد تحدد نوع المولود ذكرا أو أنثى هون الطبيب عز الأمر إلى نوع الأطعمة تدعى الدراسة أنها نجحت في تحديد جنس المولود لدى 88% من الحالات التي شملتها التجربة وذلك عن طريق اتباع نظام محدد من الغذاء لمدة محددة وتحت إشراف طبيب مختص شملت التجربة 155 أمرأة ونجحت 123 منهن في إنجاب الأطفال حسب الجنس الآتي التي اختارنه. اختارنه, كما قام فريق آخر من الخبراء بتطبيق تجاربهم على مجموعة من النساء في مدينة مونتريال بكندا ونجحت تلك التجارب بنسبة تتراوح بين 80% و 88% بالمئة ويؤكد فرانسوا على أن النظام الغذائي الذي قد يساعد على اختيار نوع الجنين يجب أن يتبع بدقة متناهية ويشير إلى أن جسم, جسم الإنسان يحتوي على أربعة كيلو متر من الأملاح الحيوية وهي الصوديوم البوتاسيوم الكالسيوم المغنيسيوم وهذه الأملاح تؤثر على تحديد جنس الجنين وترى وجوب احتواء غذاء الأم على قدر كبير من أملاح الطعام لإنجاب الذكور أي يجب أن يكون الغذاء غنيا بأملاح الصوديوم والبوتاسيوم أما لإنجاب الإناث فيجب أن يكون الغذاء محتويا على قدر كبير من الكالسيوم والمغنيسيوم مما يعني شراب قدر كبير من الحليب هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن تناول قدر كبير من الأملاح أو الحليب قد لا يؤدي بالضرورة إلى إنجاب جنس المولود المرغوب فيه بل يؤكد المجرب نفسه على أن وصفته الغذائية التي وصفها في دراسته قد لا تؤدي أيضا إلى الإنجاب المرغوب ناهيك على تأكيده على ضرورة إشراف طبيب مختص على النساء التي يرغبن في اتباع هذا البرنامج الغذائي الخاص على سبيل المثال النساء اللاتي يعانين من ارتفاع في ضغط الدم يجب أن يتناولن قدرًا كبيرًا من الأملاح. تشير دراسة إلى أنه يجب على المرأة التي ترغب في اتباع هذا النظام الغذاء الخاص أن تبدأ به قبل عشرة أسابيع من بدء الحمل. مع عدم استعمال أي وسيلة لمنع الحمل خلال هذه الفترة ما عدا الأقراص التي تؤثر على سير العملية في الجسم. وتاكيدا على مشيئه الله وقصور الانسان في الوصول الى اسرار الخلق يؤكد العلماء بانهم لا يعرفون كيف يؤدي هذا النظام الغذائي الى تلك النتائج بل يفترضون بان الغذاء ربما يحدث تحولات في عمليه التمثيل الغذائي التي تؤثر بالتالي على غشاء البويضه الانثويه التي يتقبل بدوره حيوانات منويه خاصه بانتاج اناث او ذكور يرى هاري جرومون اخصائي علم الولاده بان النظام الغذائي الخاص ربما يكون له تاثير على افرازات الرحم التي تسبح بها الحيوانات تسبح بها الحيوانات المنويه وفي كل الاحوال تبقى اراده الله هي العليا فهو الذي يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير، صدق الله العظيم. زملاء العلماء اكدوا انه للغذاء انه للغذاء دور ربما يكون يعني من خلال التجارب نجح في تحديد نوع المولود، ولكن بالنهايه ترجع الامر الى مشيئه رب العالمين، هناك تجارب، هناك اجتهادات ربما نجح البعض منها وربما يفشل، هي عباره عن دراسات. النمو حاليا عندنا النمو الجسمي للجنين كيف تبدأ عملية النمو الجسمي للجنين تبدا عملية النمو كما أسلفنا بعد نفاذ الحيوان المنوي الذكري من خلال غشاء البويضة الأنثوية والتحام نواتها بنواتها لتتكون خلية جديدة تنقسم هذه الكروموزومات المتحدة من كل من الحيوان المنوي والبويضة بشكل طولي الى نصفين لتكون خليه اخرى وعندئذ تكون عمليه تطور النمو قد بدات وفي فتره قصيره تتراوح بين 24 و 36 ساعه يكون الحيوان المنوي قد التحم بالبويضه ونتج عن هذا الالتحام اثنتان من الخلايا وهي عمليه انقسام ذاتي تتكرر بعد ذلك كلما استمر تطور النمو هذا الشكل يوضح هذه الامور يقسم بعض العلماء مرحله نمو الجنين الى ثلاثه اطوار رئيسيه يسمى الاول منها بمرحله البويضه او الزيفوت تستمر منذ الاخصاب الى ان تعزز البويضه المخصبه في جدار الرحم وتستغرق هذه العمليه عاده من عشره الى اربعه عشر يوما هذه المرحله الاولى تمتد المرحله الثانيه من اسبوعين الى ثمانيه اسابيع تسمى بمرحله الجنين الامبريوني تتميز هذه المرحله بظهور وتميز كل الاعضاء الرئيسيه للجنين اذا بالمرحله الثانيه تبدا الاعضاء الرئيسيه للجنين بالتمايز والظهور اما المرحله الثالثه التي تمتد من الاسبوع التاسع الى الولاده فتسمى بمرحله الجنين الفينوسي وتتميز بأنها المرحلة التي يتكامل فيها نمو أعضاء الجنين هون يعني يكتمل نمو الجنين مرحلة البويضة تقع عملية الإخصاب في القناة التي تخرج من المبيض إلى الرحم وتضاعف البويضة المخصبة خلاياها خلال رحلتها عبر تلك القناة لينتهي بها الأمر إلى الرحم وتنغرز فيه وبعد انقضاء ما يقارب الأسبوعين تكون البويضة المخصبة قد خرجت منها عدة زوائد تنغرز في الغشاء المقاتل للرحم وتنتهي بذلك هذه المرحلة لتنتهي معها استقلالية المخلوق الجديد ببداية المرحلة الثانية التي يصبح, يصبح فيها الجنين الأمبريوني معتمدا في غذائه وتنفسه على دم أمه اثنين مرحلة الجنين الأمير الأميريوني بعد تثبيت البويضه الناميه لنفسها بامان في جدار الرحم تبدا في النمو بسرعه وتتحول الكتله الحقيقه من الخلايا الى جنين امبريوني يمكن التعرف على ملامحه العامه يعني تكون ملامح الجنين هون ظاهره يعني بالمرحله هاي يعني. يتكون الجزء الداخلي من البويضه المخصبه من ثلاث طبقات متميزة التي تنشأ منها الأعضاء والأغشية المختلفة المكونة لجسم الإنسان تختص الطبقة الخارجية من الأمبريو تودورم بتكوين الطبقات الخارجية للجسر مثل الجلد والشعر والأظافر وكذلك الجهاز العصبي أما الطبقة الثانية ميزومورم فتختص بتكوين أجزاء الجسم الداخلية مثل الطبقة الداخلية للجلد، العضلات، الهيكل العظمي، الجهاز الدوري إلى إلى آخره. في حين تختص الطبقة الثالثة بتكوين الأجهزة الداخلية مثل البطانة الكاملة للقناة الجو يعني الجوفية المعوية والرئتين والكبد والبنكرياس. هذا وتعمل الطبقه الخارجيه من خلايا البويضه المخصبه كذلك على حمايه الجنين الامبريوني النامي بداخلها حيث تكون طبقتين من الاغشيه محيطتين والطبقتان يكونان يكونان الكيس الامبوني بداخله السائل الاميوني الذي يحمل الجنين من الص... يحمي الجنين من الصدمات الماديه التي تتعرض لها الام كما تكون هذه الخلايا تكون هذه الخلايا الحبل السري الذي يتغذى عن طريق الجنين عن طريقه الجنين، ويعتبر تكوينه اهم خطوات عمليه تطور النمو. من خلال الحبل السري تمر كل العناصر الغذائيه الموجهه للجنين النامي بعد ان تتم عمليه ترشيحها وتصفيتها وتنقيتها من قبل المشيمه، وهي ذلك الجزء من الرحم الذي يحيط بالجنين. تقوم المشيمه بوظيفه التخلص من الفضلات مثل ثاني أكسيد الكربون من جسم الجنين إلى الجهاز الدوري للأم ومن هنا تكون الرابطة البيولوجية بين الجنين وأمه رابطة قوية ومهمة لحياة الجنين مرحلة الجنين الفينوسي يطلق على الجنين اسم الجنين الفينوسي بعد مرور شهرين تقريبا من الإخصاب وحتى نهاية الحمل خلال هذه الفترة يتكامل نمو الجنين وتظهر الاستجابات الحركية وتصبح أكثر تعقيدا حتى أن لمس بطن الحامل يجعله يثني جدعه ويحرك رأسه وفيما يلي وصف لنمو الجنين خلال فترة الحمل مقسمة إلى مراحل زمنية وبشكل أكثر تفصيلا العوامل التي تؤثر على نمو الجنين طبعا هون في خطا بالكتابه بالطباعه العوامل التي تؤثر على نمو الجنين لقد تحددت المؤثرات الوراثيه على الجنين منذ لحظه الاخصاب وذلك عن طريق الجينات التي ورثها من والديه واسلافه غير ان ما يؤثر عليه بعد ذلك يعتبر بيئيا اي عوامل خارج اطار الوراثه حتى ولو كان جنينا في بطن امه اذا الطفل حتى آه المعلومة هاي لازم إنه آه يعني ما تنسوها حتى الجنين بطن أمه ممكن العوامل البيئية تأثر عليه. طبعاً منقول كيف تأثر عليه هو جنين بطن أمه عن طريق الأم عن طريق الأم. آه من هذه العوامل عندنا أولاً عمر الأم. تشير الإحصاءات إلى أن إنجاب المرأة يكون أكثر أماناً إذا حدث بين سن العشرين والخامسة والثلاثين من العمر. إذا حسب الإحصائيات أن إنجاب المرأة يكون أكثر أمانا بين سن العشرين والسن الخامسة والثلاثين من العمر وبالرغم من التقدم الطبي الذي جعل مرحلة الحمل عموما أكثر أمانا للجنين وأمه إلا أن الحمل قبل الثامنة عشر وبعد الخامسة والثلاثين من العمر قد تترتب عليه بعض المخاطر منها الأمهات المراهقات يواجهن قدرا أكبر من مخاطر الإصابة بتسمم الحمل أو ما يسمى التوكسيما، وهو اضطراب لا تعرف مس... لا تعرف مسبباته وتتضمن أعراضه ارتفاع في ضغط الدم، زيادة مفرطة في الوزن، الاحتفاظ بالسوائل في الأنسجة، الإصابة بالأنيميا، وهي نقص في خلايا الدم الحمراء، وفي الحديد، وكذلك مضاعفات من مخاطر أو آلام الوضع، والتعرض للولادة المبكرة أي قبل وقتها. إذا ما مثل ما حكينا إنه العمر المناسب للولادة مثل ما حددنا لا قبل ولا بعد أما الأمهات التي تجاوزن الخامسة والثلاثين تزداد احتمالات تعرضهن للأمراض أثناء الحمل ويكون المخاض لديهن أطول وأصعب كما تزداد مخاطر اختلال الصبغيات لدى الجنين فمن المعروف أن مرض داون أكثر شيوعا لدى مواليد من أمهات تقدمنا في العمر إلى الأربعينيات وما بعدها تصل نسبه المواليد المصابين بهذا المرض الى واحد من كل ثمانين مولود لدى الامهات اللاتي بلغنا ما بين الاربعين والاربعه والاربعين ومولود من كل اربعين في عمر الخامسه والاربعين فما فوق مع احتمالات اكبر في ان يكون المواليد اقل وزنا من المعتاد او يولد امواتا ورغم هذه المخاطر فلا يعني ذلك أن الإنجاب قبل العشرين أو بعد الخمسة والثلاثين خطر في كل الأحوال بل والجميع يعرف العديد من الولادات الصحية السليمة في مثل هذه الأعمار العامل الثاني هو غذاء الأم قد لا يكون لا يكون المثل القائل بأن الحامل تأكل الاثنين لها لاثنين لها ولجنينها صحيحا ولكن المهم هو نوعية الطعام التي تتناوله الحامل فالزيادة المفرطة في وزن المرأة الحامل أمر غير صحي ولكن الغذاء المتوازن في كميته وعناصره الغذائية يعتبر ضروريا لضمان صحة الأم وجنينها يعني المغزى مو بكثرة الأكل إما من نوعية الغذاء ومن عناصر الغذاء المتوازن المهمة البروتين حيث يتعرض المواليد الذين ينقصهم البروتين أثناء الحمل إلى أمراض ذكرونا بالصفحة زملاء أي صفحة كنا دكتور الصفحة آه، ثلاثة 73؟ ثلاثة وسبعين نعم yeah. دكتور, دكتور الصفحة 73 وصلنا عند العقاقير تفضل السادة دكتور الصفحة 73 وصلنا عند فقرة العقاقير تمام العامل الثالث هو العقاقير تكون بنية الجنين هشة وأجهزته الجسمية لم تكتمل بعد وبذلك يكون تأثير تأثيره ولو بجرعة صغيرة من من العقاقير تأثرا شديدا ومع ذلك نجد بعض الأمهات الحوامل يتناولن الأدوية والعقاقير أثناء الحمل مثل عقاقير تنظيم الهرمونات او التداوي من البرد او المهدئات والمنشطات والمضادات الحيويه والمخدرات بل وحتى الجرعات المفرطه المفرطه من الفيتامينات يعني اكثر دائما بالجانب الطبي يعني وقت بتروح المراه بشكل عام الحامل او غير حامل المتزوجه فاول شغله بيسالها الطبيب والصيدل احيانا معي أم مثلا عندك حمل في حمل او ما في حمل فهذا سؤال ضروري لانه العقاقير والادويه لها تاثير كبير على الجنين وعلى الام ايضا وعليه يجب على الحامل ان تتوخى الحذر في تناول اي عقاء الا للضروره وعن طريق الطبيب المختص حتى حيث تؤدي العقاقير إلى اعتلال صحة المولود وتشويه خلقته أما الإدمان على الخمور أو المخدرات فهي أمور مفزعة حقا ومن نتائجها المؤسفة ازدياد عدد المدمنين من الأجنة والمواليد الجدد نتيجة إدمان الأم الحامل فهل يتصور المرء أن يقدم لمولود أن يقدم لمولود جديد كأسا من الخمر أو سيجارة أو حقنة من المخدرات وهذا بالضبط ما تفعله الأم الحامل لجميعها إذا الأمر خطير جدا الإشعاعات الإشعاع مؤثر خطير على صحة الجنين فأشعة إكس مثلا خلال الأسبوعين الأولين من الحمل تدمر البويضة المخصبة بصفة دائمة تقريبا أما بين الأسبوع الثاني والسادس من الحمل فالإشعاع يؤدي إلى تشوهات خطيرة للجنين ولعل أبشع الأضرار هو ما تلحقه أشعة إكس والإشعاع بصفة عامة من ضرر على جينات الطفل التي لا تظهر أثرها إلا بعد عدة أجيال وعليه ينبغي ابتعاد الحامل عن أشعة إكس والإشعاعات بصفة عامة حتى نضع حتى تضع حملها انتبهنا أغلب أيضا بالتصوير بالمشافي يعني بحذروا من الأمر هذا أنه الأم الحامل ما تقرب على تصوير الأشعة والأمور هذه أمراض واضطرابات الأم الحامل كيف تؤثر هذه الأمراض؟ كل الأمراض تؤثر على الجنين وأكثرها وضوحا مرض الحصبة الألمانية أو ما يسمى الروبيلا فقد يولد الطفل الذي أصيبت أمه أثناء حملها بهذا المرض بتشوهات في القلب أو بالصمام أو بفقدان البصر أو التخلف العقلي إذا مرض الحصبة من الأمراض الخطيرة التي تسبب إصابة الطفل بعد ولادته بتشوهات في القلب أو بالصمام أو بفقدان البصر أو التخلف العقلي أما الأمراض الفيروسية مثل الجدري والتهاب الكبد تكون آثارها شديدة على الجنين خاصة إذا أصيبت الأم عند بداية الحمل إذا الأمراض الفيروسية مثل الجدري والتهاب الكبد تكون آثارها شديدة على الجنين خاصة إذا أصيبت الأم عند بداية الحمل والأمراض التي تنتج عن عدوى الحيوانات المنزلية مثل القطط أو آكل اللحوم الحمراء دون طبخها مثل مرضى التوكسو هاي أمراض ممكن تسببها هذه عدوى الحيوانات بعض الناس بتربي قطط بالبيت بعضها بتربي عزكم الله كلاب فكلها يعني إلها إلها مخاطر فقد يكون طفيفا عند الراشدين ولكن شديد الخطورة للأجنة ممكن يؤثر على صحة الأم الحامل ويؤثر على جنينها وقد وجد أن 20% من الأطفال الذين أصيبت أمهاتهم بهذا المرض اللي اسمه التوكسو بلازوماس يولدون ولديهم أوجه نقص واختلالات عقلية منها التأخر العقلي قصور في النظر ضعف السمع مرض الزهري إذا أصيبت به الحامل له أثار خطيرة على الجنين فقد يؤدي به إلى الضعف والتشوه والتخلف العقلي وقد لا تظهر هذه الأعراض على الطفل إلا بعد عدة سنوات غير أنه لحسن الحظ إذا ما عولجت الأم خلال الأربع شهور الأولى من الإصابة فقد لا يصاب الجنين بنواتج هذا المرض أمراض أخرى تصيب الحوامل وتؤثر سلبا على نمو الجنين منها ارتفاع ضغط الدم الناتج عن مرض اللوكيما الذي لا يعرف سببه أيضا وأثر العامل الريجيس وهو عامل كيميائي في الدم وإذا اختلفت فصيلته بين الرجل والمرأة يؤدي إلى نتائج سلبية بالنسبة للمواد وذلك عن طريق هجوم الأنظمة الدفاعية لجسم الأم على الجنين بسبب هذا العامل الغريب الذي يحتويه دمه والذي ورثه من والديه وقد يسبب هذا الهجوم إلى شلل دماغي أو تأخر عقلي أو الصمم أو الموت في بعض الأحيان وكل ذلك يعتمد على قوة الأجهزة الدفاعية والمناعية لجسم الأم أيضا الحالات الانفعالية للأم التغيرات الانفعالية مثل الإجهاد والإرهاق النفسي تؤدي إلى تغيرات في كيمياء الدم لأنها تنشط الجهاز العصبي المستقل الأمر الذي يؤدي بدوره إلى أفراز الغدد الصماء لبعض المواد الكيميائية في مجرى الدم مما يؤثر سلبا على الجنين حتى يمكن ملاحظة تهيجه وتوتره وحركته إذا الحالات الانفعالية للأم أيضا من حزن من فرع كل هذا ينعكس على الجنين الولادة المبكرة قد يؤثر الضغط الشديد على رأس الطفل أو نقص الأكسجين أثناء الولادة المبكرة أو السابقة لأوانها إلى مضاعفات سلبية على نمو الطفل مثل تباطؤ النمو يصير خلل بالعمليات النمائية للطفل تأخره تأثر الوظائف الحركية قد يؤدي نقص الأكسجين الشديد أثناء الولادة إلى شلل في الأيدي أو الأرجل تشير الإحصاءات إلى أن 30% من حالات الشلل المخي حدثت أثناء الولادة أو بعدها مباشرة السبب هو الولادة المبكرة. أيضا تأخر الولادة عن موعدها. فكلما فكما للولادة عن عن للولادة الناضجة أو المبكرة أثارها السلبية فكذلك الحال بالنسبة لتأخر الولادة أو الولادة المتأخرة. قد يصاب المولود المتأخر باضطرابات في الجهاز التنفسي، نقص في الشهية، شلل دماغي. تشير الاحصاءات الى ان 28% من المصابين بالشلل الدماغي كانوا من ذوي الولادات المتاخره عن موعده. ايضا عندنا الولاده العسره. الولاده العسره وهي صعوبه الولاده مما يسبب نقص الاكسجين او عطب المخ او بعض الاطراف نتيجه لشد لشد الجنين ومحاوله اخراجه. مما قد يسبب شلل بعض الأطراف ولصعوبة الولادة نواتج سلبية شأنها شأن الولادة المبكرة أو المتأخرة إذا الولادة العسرة أو الولادة يعني صعوبة الولادة لها أثار سلبية على المولود طلاب هاي المرحلة الأولى أخذناها من مراحل الطفولة الآن نبدأ المرحلة الثانية هي مرحلة الرضاعة بعد الولادة تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة الرضاعة وما نسميها مرحلة المهد قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله العظيم تصور هذه الآية الكريمة المستوى العقلي والمعرفي للموجود الجديد وكذلك امكانياته الحسيه والجسميه اذا هنا بهذه بهذه المرحله بدانا نتكلم عن العمليات الحسيه العمليات الحركيه التي وان وجدت عند الميلاد الا انها ما زالت مبدئيه ويحتاج الوليد الى رعايه الكبار لكي يستطيع البقاء والنمو ومع نهاية مرحلة الحمل تكون الحامل مستعدة جسميا ونفسيا لعملية الولادة حيث يزداد نشاط الغدد الصماء وخاصة الغدة النخامية للتأكيد زملاء المحاضرة الماضية حكينا عن الغدد فهذا الموضوع مهم موقع الغدد ووظيفة كل غدة هاي راح نوه عليه خلال المحاضرة عم نوه على الأمر هذا إذن حيث يزداد نشاط الغدد الصماء وخاصة الغدة النخامية التي تفرز تفرز هرمون الاكس الذي يعمل على مساعدة عضلات الرحم على الانقباض تهيئة الإخراج الجنين منه وتزيد المبايض من إفرازات الاستروجين ليبدأ المخاض الذي يمر بثلاث مراحل تبدا الاولى منها بانفتاح عنق الرحم ودفع الجنين الى خارجه وتستغرق هذه المرحله ما يقارب التسع ساعات في المتوسط بينما تستغرق المرحله الثانيه حوالي ساعه ونصف عند الولاده الاولى وحوالي نصف ساعه فقط للولادات اللاحقه يعني لاول مره وبالنسبه للولادات اللاحقه وتقتصر هذه المرحله على مرور الجنين من عنق الرحم عبر المهبل الى الخارج أما المرحلة الثالثة فتستغرق حوالي ربع ساعة وهي خروج المشيمة بعد خروج الجنين. هذا ويبدأ المخاض بتقلص عضلات الرحم وانقباضها كل حوالي ربع ساعة تتقارب تدريجيا حتى تكاد تكون متصلة أثناء المرحلة الثانية من الولادة. كما تعاون الأم في إخراج الجنين عن طريق عضلات البطن والحجاب الحاجز عن طريق التقلص والانقباض أثناء عملية الولادة. تكون عملية المخاض طويلة أثناء الولادة الأولى وتستغرق حوالي 12 ساعة تقريبا بينما تستغرق حوالي نصف هذا الوقت في الولادات اللاحقة كما أن مؤشرات المخاض قد تبدأ ثم تتوقف لساعات طويلة لتبدأ من جديد وفي كل الأحوال تكون الفروقات الفردية بين الحوامل المتوقعة في الدرجة والمدى, والمدى الزمني أي هناك فروقات فردية بين, بين أم وأخرى ممكن تختلف الزمن ويستغرق عند أم أكثر من الأخرى، هناك فروق فردية حسب عمر الأم، حسب طبيعة الأم، حسب يعني هناك فروق فردية لها دور في هذا الأمر. تشمل الولادة ثلاثة أنواع. تكون الولادة ولادة طبيعية بمساعدة الممرضة أي القابلة. وتكون الثانيه بتدخل جراحي بسيط لمساعده خروج الجنين من المهبل وتكون الثالثه اللي مسميه عمليات القيصريه وتكون الثالثه عن طريق الجراحه الكليه وهي مسمى اذا تكون الثانيه بتدخل جراحي بسيط لمساعده هنا عمليه المساعده لخروج الجنين يعني قريبه للولاده الطبيعيه تكون الثالثه اذا عن طريق الجراحه الكليه هي ما يسمى بالولاده القيصريه إذن هناك ثلاث ولادات الولادة القيصرية وهي إخراج الجنين من جانب بطن الأم وفي أغلب الأحوال إن لم يكن جميعا لا تبقى هذه الج... لا تبقي هذه الجراحة أثرا ولا تلحق بها بالأم ضررا إذا توفرت الخدمات الطبية الماهرة والتعقيم الجديد وخدمات التمريض المناسبة ويتحدث علماء النفس عن الصدمة النفسية التي يقاسيها المولود الجديد. ويسمونها بصدمة الميلاد. نتيجة لانتقاله المفاجئ من عالم الهدوء والسكينة والقرار المكين إلى عالم المعاناة منذ اللحظة الأولى. إذن تسمى هذه المرحلة حسب علماء النفس بالصدمة آه النفسية التي يتعرض لها المولود آه آه بعد ولادته. انتقاله من عالم الهدوء إلى عالم الضجيج كما يقال. التي يصطدم فيها الهواء بالقصبة الهوائية للوليد فتحدث شهقة قوية يعتقد الكبار بأنها صراخًا وهي ناتجة عن اصطدام الهواء بالقصبة الهوائية والرئتين لأول مرة هو صريخ الطفل عندما نشوف أول ولادة الطفل هناك صريخ بنقول إحنا بكى أو صرخ فهذا الأمر إذن علميًا مثل ما حكينا ناتج عن اصطدام الهواء بالقصبة الهوائية والرئتين لأول مرة ذلك معاناة الولادة واختلاف درجة الحرارة والبرودة واختلاف الضغط وغيرها من مكونات البيئة الدنيوية الطبيعية عن بيئة الرحم عادة ما تصاب الأم أيضا بنكسة بسيطة بعد الميلاد يسمونها نكسة ما بعد الميلاد وهي مسحة من الهدوء والكآبة نتيجة لاختلال الوزن فجأة وربما شيء من النزيف وآلام الولادة غير ان بهجه المولود الجديد والاطار الاجتماعي الاسري سرعان ما يشغل الام اذا بعد الام بعد الولاده ممكن تتعرض لاكتئاب نسميه احنا حسب آه كاخصائيين نفسيين كمرشدين نفسيين كعاملين بالصحه النفسيه اكتئاب ما بعد الولاده تتعرض له الام عفوا عفوا استاذ و... مامون بعد اذنك حلقة اكتئاب بعد الولاده ايش قد النسبه 6% لشقد... لا ايش والله تقريبا النسبي ما ما بقدر احدد لك النسبي ولكن عفوا ولكن في يعني بتتعرض يعني نسبة كبيرة نسبة كبيرة بدك تعد يعني توقعنا يعني فوق 80% ممكن من الامهات بعد الولاده يتعرضن للاكتئاب حتى اثناء الحمل في اكتئاب الحمل حتى اثناء الحمل في ممكن الام تتعرض للاكتئاب اثناء الحمل 80% نسبة كبيرة كثير كبيرة، هلأ أغلب الأمهات النسبة الكبيرة بتتعرض لحالات، أنا بتوقع أنه نسبة كبيرة، أنا ما عندي يعني إحصائية محددة بس أنا لا, يعني... لا, لا آه مرة مرة أنا سجلتها وناقشنا دكتور بخصوص هذا الأمر تمام, تمام. مجال الصحة النفسية قال لي يعني أنت عم تحط فوق الـ 6% يعني عدد ضخم فوق الـ 6% لازم أنا والله بتوقع بجوز احتمال تختلف الاحصاءات انا ما عندي انا ما عندي الاحصائيه الدقيقه ولكن انا بتوقع اغلب يعني حسب ما تتعرض للام بتوقع بتتعرض للاكتئاب اثناء الحمل بنسبه كبيره وبعد الولاده ايضا بنسبه بنسبه كبيره اللي بيساعد وبخفف منها شيء هو الدعم الاسري الدعم الاسري بعد الولاده يعني فرحه الاهل مثلا الام جابت اجو امها ابوها اخوتها هذا الدعم الاسري والدعم النفسي اللي بتحصل عليه الام ممكن يساعد يكون هو تقنيه او طريقه او استراتيجيه للتخفيف من اعراض الاكتئاب اما تمام. الاصابه بدايه فنسبه كبيره لاعتصاب نسبه كبيره فنسبه ال6% هاي اكيد بعد ما الام تتلقى يعني تتلقى الدعم الاسري المبدئي الاسعافي الاولي بعد الولاده أيوة. من الاهل والمقربين تمام من حق الوليد بس. اهلا وسهلا من حق الوليد على والديه حسن تسميته فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق الولد على الوالد اي يحسن اسمه ويحسن ادبه وكان صلى الله عليه وسلم يغير الاسماء القبيحه لدى الناس والبلدان إذن هاي المعلومه إنه من حق الولد على والده إنه يسميه اسم حلو. من الميلاد إلى الطفولة، كيف تبدو هذه المرحلة؟ قد لا يبدو لنا أن 12 شهرًا زمنًا طويلًا، خاصة ونكون منشغلين بالأمور الحياتية اليومية، ولكن التغيرات التي يشهدها الرضيع خلال عام من الزمن تكون حقا تغيرات هائلة في جوانب شخصيته وخبراته العقلية والعاطفية كافة، فبعد حياة رحيمة هادئة ومستقرة يجد الوليد نفسه فجأة في عالم جديد من الأضواء والضوضاء ويكتسب خبرة من الجوع والعطش والبلل والحرارة والبرودة ولم تعد حاجاته البيولوجية تشبع تلقائيا بل عليه أن ينتظر ويصرخ ويعاني قبل أن تشبع هذه الحاجات إذا هناك فرق كبير يعني راح يلاقي المولود بعد الولاده يعني كان مثل ما حكينا كان عايش بفندق خمس نجوم الطفل لا يسال لا على جوع لا دفيان وبردان شبعان ودفيان وكل الخدمات متوفره عنده بهاي البيئه سبحان الله فبعد ما يخرج الطفل للبيئه الحياه راح يلاقي اكيد راح يلاقي يعني فروق كبيره يعني اذا جاع بده يصيح بده يبكي اذا برد ايضا فراح يكتسب الخبرات الجديده تلقائيا بعد الولاده ليس هذا فحسب بل لا يستطيع الطفل عند ميلاده من ان يتحكم في حركات جسمه واطرافه وبعد عام من الزمن يكون قادرا على التسلل خارج المكان الذي ينام او يلعب فيه يولد الطفل وهو لا يعرف احد ولا يفهم شيئا مما يدور حوله سوى بعض الاحساسات الماديه المباشره كاللمس الضوء الصوت الالم لكنه بعد عام يمكنه التعرف على افراد اسرته اذا بعد عام يمكن للطفل التعرف على افراد اسرته والابتهاج لهم ويمكنه تناول الاشياء بيده ويستطيع التعبير عن خوفه او قلقه طبعا بالبكاء عن ارتياحه واطمئنانه بالضحك بل ويستطيع الوقوف وحتى المشي بالمساعدة أو بدونها أحيانا إذا بعد السن الأولى مثل ما حكينا أنه يبدأ الطفل بالتعرف على أفراد عائلته ممكن يميز أفراد عائلته أفراد العائلة يعبر عن فرحه بالضحك عن انزعاجه بالبكاء إلى آخره أما خلال السنة الثانية من العمر فيتغير سلوك الطفل يبدأ السلوك هون بالتغير ونموه ونموه أيضا تغيرا ملحوظا نتيجة لاكتسابه اللغة والقدرة على التنقل بمفرده وكذلك التطور السريع في قدراته العقلية والمعرفية والاجتماعية هون الطفل اكتسب خبرات يعني صار عنده اكتساب خبرات عقلية معرفية اجتماعية عادات بلش يكتسب الطفل من الأسرة وفيما يلي وسط مظاهر النمو لدى طفل مرحلة الرضاعة. خصائص النمو الجسمي خلال مرحلة الرضاعة يولد الطفل الطبيعي كامل النمو من الناحية الجسمية وتكون كل أجهزته قادرة على العمل مبدئيا مما يمكنه من الحياة فهو قادر على التنفس والامتصاص والبلع والهضم والإخراج اللا إرادي يكون جلده ميالا إلى الحمرة الغامقة فيما يشبه الزرقة يكسو بعض أطرافه شعر ناعم تغطي جلده طبقة شمعية و وتزول تلقائيا بعد بضع ساعات من الولادة أطراف الوليد غير متماسكة تكون ذراعاه ورجله من ثنية أغلب الوقت تكون عظام الوليد لينة وعضلاته ضعيفة ولا يستطيع السيطرة على حركاته يكون حجم الرأس كبيرا بالنسبة للجسم ويساوي طوله ربع طول الجسم بينما يساوي خلال الرشد من 8 إلى 10% من طول الراشد يساوي حجم العينين نصف حجمها عند الرشد ويكون وزنه من 3 الى 350 كيلوغرام في المتوسط ويكون وزنه من 3 الى 350 كيلوغرام في المتوسط ويصل الى ما يقارب ال ضعفا اثناء الرشد يكون طول الوليد حوالي خمسون سنتيمترا يتضاعف من ثلاثة إلى ثلاثة فاصلة خمسة من المرات خلال الرشد طبعا توجد فروق فردية وجنسية بين المواليد الجدد ينصح بعدم المقارنة بينهم تكون الفروقات في الوزن والحجم والطول وفي وجود وكثافة شعر الرأس في الرضاعة وفترات الصراخ إلى آخره عادةً ما يكون الأولاد أكبر حجماً. دكتور وأكثر... ممكن مداخلة؟ إيه؟ تفضل أنت قلت إنه أطرافه بتكون منسنيه، آه لهيك منشوف إنه الولد أول ما بينولد عندما ما بلفوه بخمطوه، بلفوا عليه مثل إذا حبل أو خيط نعم قماط طيب بنسميه قماط صح. مشان هالشيء يعني؟, مش يعني. أي صح كلامه تماماً تماماً. عشان آه ما تروح الفكرة عادة ما يكون الأولاد أكبر حجما وأكثر وأكثر وزنا وأطول قليلا من الإناث إذا الذكور أكبر حجما وأثقل وزنا وأطول قليلا من الإناث يكون شكل الرأس غير طبيعي ومخروط الشكل وقد يفقد جزءا من شعره أثناء الأشهر الأولى نتيجة لطول فترات النوم بوضع واحد ويعود إلى شكله الطبيعي بعد ذلك يزداد طول ووزن الوليد ونمو عضلاته من حيث الحجم، وتزداد قدراته على التحكم فيها، ويصبح طول الوليد حوالي ستون سنتيمتراً مع نهاية الشهر الرابع، وخمسة وسبعون مع نهاية العام الأول، وخمسة وثلاثون سنتيمتراً مع نهاية العام الثاني. يزداد الوزن بمعدل أسرع من زيادة الطول، حيث يصل وزن الوليد إلى ما يقارب ستة كيلوغرامات مع نهاية الشهر الخامس. ويزداد الوزن بصفة ملحوظة حتى نهاية العام الأول بعد تعلم المشي وكثرة الحركة يقل معدل زيادة الوزن بل يتناقص الوزن مع نهاية العام الثاني من العمر يتباطأ معدل النمو الرأس خلال هذه المرحلة مقارنة بمرحلة ما قبل الميلاد ومقارنة بمعدل نمو الأجزاء السفلى والأطراف ويمثل طول جسم الطفل مع نهاية مرحلة الرضاعة حوالي واحد على ثلاث طوله عند الرجل رغم ان نمو الاسنان بدا منذ الشهر الخامس للحمل الا ان اعراض ظهورها تبدا مع الشهر السادس او السابع بعد الميلاد وهي الاسنان اللبنيه التي سيتم استبدالها مستقبل مستقبلا وعددها عشرون سنا يصاحب ظهورها ارتفاع درجه الحراره اسهال الام في اللثه تبدا الاسنان اللبنيه بظهور القاطعين الاوسطين الأسفلين ثم القواطع الأربعة العلوية ثم قاطعين جانبيين أسفليين ثم أربعة أضراس أمامية ثم أربعة أنياب ثم أربعة أضراس خلفية تتم هذه العملية خلال عامين ونصف من العمر أما الأسنان الدائمة فعددها 32 وثلاثون سنا يبدأ ظهورها مع العام السادس من العمر النمو الفيزيولوجي والجسمي يعتمدان كل على الآخر ومع تطور الجسم وأعضائه المختلفة تنمو كذلك أجزاء الجسم الداخلية كالجهاز العصبي والتنفسي والغددي والبولي والتناسلي وينمو المخ بسرعة من 350 غرام عند الميلاد إلى 1000 غرام مع نهاية العام الثاني أي ما يقارب 3 على 4 وزنه عند الرشد الغدد الصماء تتأثر بمعدل النمو، تؤثر فيه وتنمو موازية لمعدل النمو الجسمي. إذا الغدد الصماء تؤثر بمعدل النمو وتؤثر فيه وتنمو موازية لمعدل النمو الجسمي. يزداد حجم الرئتين، وتزداد سعتها، وينمو الجهاز التنفسي تبعًا لنمو الجسم، وكذلك الجهاز العصبي الهضمي الذي يتأثر بنوع الغذاء. وكمه، ولا يستطيع الرضيع هضم غذاء الراشدين. أما الإخراج، فيسيطر الطفل على عملية التبرز قبل التبول. ويجب تدريب الطفل بلطف وصبر على ضبط العمليتين، وتعويده على الجلوس لقضاء الحاجة بعد الوجبة الرئيسية، ولو لفترة وجيزة خلال النصف الثاني من العام الأول. ولكن دون إجبار أو عقاب. أما الجهاز التناسلي فيبقى في حالة كمون نمو بطيء خلال هذه المرحلة هذا بالنسبة للنمو الجسمي والنسب بالنسبة للنمو الحركي يحرك الرضيع رأسه أولا ثم جدعه ثم أطرافه وبعد أن يستطيع الرضيع رفع جسمه وأطرافه يستطيع الجلوس بالمساعدة مع الشهر الرابع ثم المشي بالمساعدة مع نهاية العام الأول ويزداد التآزر الحسي الحركي. ويستطيع الرضيع أن يمسك الأشياء ثم يتسلق السلالم ويبني الأبراج والمكعبات مع منتصف العام الثاني ويصعد السلالم ويمشي إلى الخلف خطوة أو أكثر مع نهاية العامين من العمر. أما بالنسبة للنمو الحسي تكون حواس السمع والبصر والشم والذوق والإحساسات الجلدية ضعيفة عند حديث الولادة. وهو لا يسمع إلا الأصوات العالية التي يستجيب لها بالانتفاض أو بالانتخاض ولا يرى إلا الأضواء القوية التي يستجيب لها بإغماض العين ولا تثيره إلا الروائح القوية التي يستجيب لها بالعطس والنفور كما يستجيب فقط للمذاق الحار أو المالح أو الحامض عن طريق التقزز. هاي بالنسبة للحواس كالسمع والبصر والشم. أما بالنسبة للإحساسات الجلدية فهي ضعيفة أيضاً. غير أن غير أنه حساس للحرارة والبرودة. ويستجيب للمس- للمس الشفتين بالامتصاص. وإحساساته الحشوية ضعيفة خلال الأسابيع الأولى. لضعف إحساسه بالألم مثلاً. ينصح دائماً بإجراء العمليات الجراحية الضرورية. وعملية الختان خلال الأسابيع الأولى من الميلاد لضعف إحساسه بالألم في هذه الفترة. كما يستجيب الوليد للجوع والعطش بالتوتر والبكاء. هذا فيما يخص مستوى نمو الحواس عند الولادة. أما خلال مرحلة المهد ونتيجة لسرعة معدل النمو خلال خلالها تتطور الحواس وتؤدي مهامها بوضوح. بعد أيام معدودة من الميلاد ويصبح الوليد طفلاً جذاباً وتصبح استجاباته للمثيرات البيئية ذات معنى. بالنسبة لحاسة السمع منذ الشهر الخامس بعد الميلاد يستطيع الرضيع أن يميز صوت أمه ويبدي ارتباطاً لسماعه ويخاف الأصوات العالية أو أصوات الغرباء يرتاح إلى الأصوات الهادئة كالمناغاه ينسجم لها ان يسترخي لها اما بقيه المرحله فيكون سمعه دقيقا ولا يقل كثيرا عن سمع الكبار. حاسة البصر لا يستطيع الطفل في البداية تركيز بصره على الأشياء القريبة من وجهه إلا بعد شهرين من عمره تقريبا حيث أن النمو البصري سريع جدا لدى الرضيع فيستطيع خلال الشهر الخامس الربط بين ما يرى وما تصل إليه يده وبعد الشهر الثامن يستطيع الرضيع أن يرى الأشياء الدقيقة ويلتقطها كالدبوس أو الإبرة ويتميز الأطفال عمومًا بطول البصر فيرون البعيد قبل القريب وتستمر هذه الخاصية إلى العام السادس من العمر ويمكن للطفل أن يدرك الألوان منذ الشهر الرابع من العمر ويدرك الأعماق منذ الشهر السادس بعد الميلاد. حاسة الشم يتمكن الرضيع من الاستجابة للمؤثرات السمعيه المختلفه منذ الاشهر الاولى في حياته ويرتاح للروائح الطيبه وينفر من الكريهه وعاده ما يقلد سلوك الكبار في تقريب الاشياء من انفه ليكتشف رائحتها الحاسة الحشويه منذ الاسابيع الاولى يمكن للرضيع الطبيعي الشعور بحاله الجوع وامتلاء المعده والمثانه يمكنه التحكم في عمليه التبول اللا ارادي خلال النهار التبول يمكنه التحكم في عمليه عفوا التبول اللا ارادي خلال النهار منذ منتصف العام الثاني من عمره اما خلال النوم ليلا فيمكنه السيطره على هذه العمليه خلال منتصف العام الثالث وغالبيه الاطفال يسيطرون على عمليه التبرز قبل التبول مع وجود طبعا فروقات فرديه بينهم في التحكم في العمليتين وخاصه من الجانب النفسي حيث يؤدي العقاب الى تاخر الطفل في السيطره على هذه العمليات الحيويه وينمو الاحساس بفقدان التوازن مبكرا لدى الرضع ويخافون السقوط حاسة الذوق ينمو الذوق بسرعة لدى الرضيع، حيث يرفضون تغيير نوع الحليب، ويحبون الأشياء الحلوة، ويكرهون الأشياء ذات المذاق المر والحامض، ويميزون بسرعة بين الحلو والحار والمالح. أما الحاسة الجلدية، تكون الحاسة الجلدية ضعيفة في البداية، تتطور منذ الأسبوع الثالث، حيث يبدأ الوليد في الاستجابة للضغط واللمس، والتمييز بين درجة الحرارة الباردة والساخنة. وفي كل الأحوال ومع تطور السلوك الحركي تصبح الإحساسات الجلدية ذات معنى عن طريق التجريب وتتسع المجالات الإدراكية للبيئة المحيطة. فلمس الأشياء الساخنة مثلا يؤلمه ويعلمه الابتعاد عنها والسقوط يعلمه الحذر ويستخدم الرضيع حواسه لاكتشاف أعضاء جسمه ليدرك أنها خاصة به فعندما يقدم إصبعه يكتشف أنها جزء جزء منه. النمو العقلي يتم الإدراك والتعلم عن طريق الحواس ولا يمكن الوصول إلى معرفة مستوى ذكاء الرضيع وتعلمه إلا عن طريق اللغة أو الملاحظة لسلوكه الحركي حيث أن الحصيلة اللغوية للرضيع بسيطة في كلمة أو اثنتين مع نهاية العام الأول وما يقارب 250 مفرد لغوية مع نهاية العام الثاني فقد طور علماء النفس ومنهم بياجي ما يسمى بمقياس الذكاء الحسي الحركي يتمثل ذلك في الكشف الطبي عن سلامة حواس الوليد الجديد، فإذا كانت سليمة وطبيعية نقول ذكاؤه عادي طبيعي، وإذا كانت تتبع ببصره ضوءًا متحركًا خلال الشهر الرابع، وميز الوجوه المألوفة خلال الشهر السادس، وميز الغرباء ونفر منهم، فنقول بأن ذكاؤه طبيعي، وإذا استجاب لصورته في المرأة خلال الشهر التاسع من عمره وأمسك بالأشياء في يده واستطاع الوقوف والمشي مع نهاية العام الأول فنقول بأن ذكاؤه طبيعي إذا أشار إلى جزئين من أعضاء جسمه على الأقل ونفذ أوامر مألوفة وبسيطة مع نهاية العامين من عمره نقول أيضا بأن ذكاؤه طبيعي وعند تحقيق الطفل لذلك المستوى من النمو الحس الحركي, الحس الحركي نقول بأن نموه العقلي سليم وطبيعي اما بعد العامين من العمر فنستخدم الاختبارات الحركيه واللغويه لقياس مستوى الذكاء والنمو العقلي والمعرفي للاطفال ما بعرف اذا بيساعدنا الوقت لننهي المحاضره ان شاء الله تعالى زملائي اكيد حنستعجل عليكم ولا عم تستوعب المحاضره ولا شلون؟ لا ده استاذ تمام الله يعطيك العافيه الله يعافيكم يا رب هو الوقت متحكم فينا شوي الوقت ضيق وهو دائما الاونلاين غير الفيزياء يعني طبعا الواحد الواحد يختلف في الامور شوي تمام اللي بتفوته والبهاي بيرجع ان شاء الله بيحضرها بيحضرها ان شاء الله. لحد هلا كله واضح دكتور، الله يعطيك العافية. الله يعافيكم يا رب. النمو الانفعالي لا يعرف الوليد في البداية شيئاً فلا يحب ولا يكره، لا ينفر لا يميل لا يخاف لا يغضب، غير أنه سرعان ما تتطور انفعالاته من خلال راحته الجسمية وإشباع حاجاته البيولوجية. يرى علماء النفس ان التهيج العام الذي ينتاب الوليد الجديد عند شعوره بالجوع او الالم او البلل او اختلال درجه حراره الجسم ما هو الا حصيله مختلطه من الانفعالات المختلفه التي سرعان ما تتبلور عن طريق التعلم والخبره الى انفعالات وعواطف متميزه مثل الحب والغضب والنفور يبدا الطفل عند الولاده بالتهيج العام ثم انشراح وانقباض مع الشهر الثاني وغضب وخوف وتقزز مع الشهر السادس وعطف وبهجة مع نهاية العام الأول من العمر، وانجذاب إلى الأطفال والكبار والمألوفين مع منتصف العام الثاني، وفرح أو غضب أو خوف واضح مع نهاية السنة الثانية من العمر. الرضاعة: تشير الدراسات الطبية والنفسية كافة إلى أن الرضاعة الطبيعية من صدر الأم تقلل بدرجة ملحوظة دالة إحصائيًا من إصابة الأطفال بأمراض سوء التغذية. والاسهال والرشح والسعال مقارنه باطفال الرضاعه الاصطناعيه من الزجاجه او الكوب الخاص. اذا الرضاعه الطبيعيه لها دور كبير في وقايه الاطفال من الاصابه بامراض سوء التغذيه. وذلك منذ الولاده حتى الشهر السادس من العمر. هذا عندما يكون حليب الرضاعه الصناعيه خاص بالاطفال ويكون توقيت الرضاعه منظما والادوات وزجاجة الرضاعة معقمة ونظيفة والماء صالح للشرب ومعقم أما إذا غابت هذه المواصفات عن الرضاعة الاصطناعية فستكون حتما خطرا على الرضيع كما هو الحال في كثير من بلدان العالم الثالث حيث ترتفع نسبة وفيات الأطفال تفضل مين عنده سؤال مداخل تفضلوا طيب يحتوي